لو حسيتوا ان الفيديو طويل تقدروا تسرعوا الفيديو من الثلاث نقط دي، هتدوسوا عليهم وبعدين هتدوسوا على سرعة التشغيل وتقدروا تسرعوه بالسرعة اللي انتوا عاوزينها، يعني في سريع قوي وفي بطيء وفي يعني سرعات مختلفة، عشان الناس اللي عندها باقة او كده وحابة تشوف الفيديو تقدر تسرع الفيديو من هنا. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون ريفيو عن البلانر بتاعت 2021 من بيج هي تريا. هسيب لكم لينك البيج دي في الديسكريبشن بوكس، وتعالوا نشوف البلانر من جوه وفكرتها والكواليتي بتاعتها وكل حاجة. يلا بينا نبدأ. فكرة البلانر دي زي فكرة الهابي بلانر بالظبط، اللي بتكون برا. هي الهابي بلانر مش موجودة قوي في مصر، فهم اللي عملوا الفكرة دي زيها، وفكرتها بتعتمد على ان هي بيبقى فيها مجموعة من الحلقات كده، وبتقدري ان انتي تشيلي الورق بتاعك او الورق اللي موجود فيها بسهولة، وتقدري تركبيه تاني بكل سهولة. وكمان شوية هوريكم برضو يعني الموضوع بشكل اوضح، بس اهو بصوا انا رجعت ركبته تاني عادي خالص ولا كأن حصل حاجة اهو. فهي دي الفكرة، ان هي بتكون مرنة اكتر معاك، يعني زيها زي فكرة مثلا البلانر الجلد او الحلقات. برضو بتقدري تفتحي الحلقة وتحطي ورق وتشيلي، ده بقى نفس الكلام، تقدري تحطي ورق وتشيلي زي ما انتي عاوزة. فعجبتني جدا وحسها عملية قوي، وبإذن الله ناوية استعملها. طيب نبدأ كده بالحلقات. هي الخامة بتاعتها زي البلاستيك كده، والبلاستيك كويس حلو قوي. وبصوا كده فيها شكل ايه، شكل قلب كده حلو جدا اهو. ده كده بالنسبه للحلقات، وكمان بيجي معاها مجموعه تانية بصوا بس بلون تاني، ده اللون السيلفر، بحيث تقدري بقى اللي هو تبدلي. وعارفين الناس اللي بتزهق، انا منهم. فالناس اللي بتزهق هيبقى حلوة قوي الفكره دي، كل فتره تقدروا بقى تبدلوا، تخلوا مثلا الحلقات الملونه دي او تخلوا السيلفر بس او كده يعني. وفي اخر الفيديو هوريكم ازاي نقدر نبدل الحلقات، هما بيكونوا زي كده، وهوريكم ازاي بنبدلها ونركب فيهم الورق. وكمان بعتولي معاها الورق ده، ده زي ورق كده نوتس، وهوريكم برضو ممكن نستعمله ازاي جوه البلانر. اخر حاجة جواب الشكر ده، ميرسي جدا هي تريا على الجواب الحلو ده. طيب تعالوا نشوف البلانر وتقسيمتها من جوه. اول حاجة بالنسبة للكواليتي بتاعت الكفر، فهو خامته مغلفة حراري. التغليف الحراري بيكون زي البلاستيك كده زي ما شايفين، فطبعا بيكون قوي جدا. يعني بصوا الخامة، شايفين تقريبا انتوا اللمعة واضحة لكم اهو، ودي الوانه كده سيمبل وحلو قوي. وده من ورا، ده كده شكل البيج اهو. طيب هنفتح البلانر. فيها ميزة حلوة ان انتي تقدري تغيري الكفر ده، يعني انا ممكن اطبع ورقة من بنترست مثلا او صورة انا عاوزاها على نفس المقاس ده، واغلفها تغليف حراري واخرمها واحطها هنا، بحيث يبقى كفر شكل مختلف يعني لما ازهق وكده. ففكرة برضو حلوة وعملية بصراحة. بعد كده بنبدأ اول صفحة، هنا بتكتبي البيانات بتاعتك عشان لو البلانر ضاعت يعني اي حد يقدر يديها لك. والبلانر ماشيه بسيم الماربل كده بالوان مختلفه بقى. طيب نبدا بعدين نشوف من جوه. في كمان هنا الكالندر بتاعت السنه. انا اكتر حاجه عجباني في البلانر هو ان هي واضحه، يعني بصوا الارقام ما شاء الله واضحه كده، وكل حاجه واضحه فيها، فعجباني جدا وباذن الله ناويه استعملها وهقول لكم استخدامي ليها ان شاء الله. فدي الكالندر كده بتاعت السنه. وبعد كده على طول بنخش على الشهر، الشهر الجديد. طب هتقولوا لي طب هي ما فيهاش ورق للاهداف والحاجات دي؟ طب هو في حاجه هنا، هو ان هم منبعتين او بيجي معاها الورق ده بتاع النوتس علشان خاطر انت تضيفيه زي ما انت عاوزه، هو ما قيدكيش بحاجه. انت تقدري تضيفي الورق ده مكان ما انت عاوزه وزي ما انت عايزه تكتبي فيه، دي مثلا هتحطي دي للاهداف وواحده تاني للعادات زي ما انت عاوزه. فهم بصوا مجموعه كبيره اهم، تخططي فيهم براحتك، في حرية كده في الموضوع. فبنبدأ بقى الشهر، أول كل شهر بيكون فيه برضو ورقة تانية للنوتس أهي. وبنبدأ الشهر، الفاصل بتاع الفواصل بتاعت الشهور عجباني جدا، يعني بصوا ده، وهوريكم واحد عجبني قوي كمان. وبعد كده
اللي بنكتب، المساحة اللي بنكتب فيها المواعيد بقى، لو عندك مثلا موعد دكتور، اي موعد مهم، تشوفي مثلا انا النهاردة مثلا يوم 8 معايا موعد دكتور، هكتب معايا كذا. وهنا برضو في مساحة للنوتس عشان لو اي ملاحظات انت عاوزة تكتبيها برضو. بصوا ما شاء الله المساحة او الحجم بتاع البوكس كده حلو جدا. ومديكي هنا يوم الجمعة ويوم السبت باللون ماربل كده علشان يبقوا محددين، يبقى واضح لك فين الجمعة والسبت من الشهر، يعني عشان لما تيجي تخططي. وبعد كده بنبدأ بقى الأسبوع من جوه. برضو هنا في مساحة للنوتس عشان تكتبي أهداف الشهر أو أي حاجة أنت عاوز تكتبيها، وبتبدأ من 27 ديسمبر. ان شاء الله هستخدمها خلاص قريب. واليوم بالطول كده زي ما انتم شايفين، انا بحب قوي الاجندات الاسبوعيه اللي بالطول، بتبقى عمليه اكتر بصراحه. المهم هو كده بالطول، ومتقسم اليوم على فترات: مورنينج، افترنون، ايفنينج، الصبح وبعد الظهر وبالليل. تكتبي بقى التودو ليست بتاعتك اول ما تصحي، والتودو ليست اللي هتعمليها بعد الظهر، والتودو ليست اللي هتعمليها بالليل. او في فكره تاني، هو ان انت الصبح هنا مثلا تكتبي الروتين الصباحي اللي انت عايز تعمليه، هنا بقى المهام العادية بتاعتك، وهنا الروتين المسائي، بحيث يبقى الموضوع محدد. فدي فكرة برضو، وفي افكار كتير يعني، وماشية بالسيستم ده. ده اهو 1 يناير، هي بادئة من يوم الحد، ماشية بنفس السيستم ده كده. وبصوا هنا اللون لبني او بيبي بلو يعني. بعدين بصوا بقى بعد كده هيختلف اللون، هندخل في شهر فبراير في الورقة بتاعت النوتس. وبصوا الجمال بقى، بصوا الماربل تحفة، عجبني قوي. و برضو هنا محدد الجمعة والسبت. وبصوا بقى هنا اللون موف. بعد كده مثلا في مارس بينك، وبعد كده ده مايو تقريبا ايه، مستردة يعني، او اصفر، اصفر غامق شوية. وبعدين في اللون ده، وفي الوان مختلفه. بصوا انا مش عايزه اطول. وبعد كده ده اكتر شهر عجبني، لون الفاصل بتاعه تحفه بجد، عسل لونه تحفه، بينك كده وفي جولد. فبصوا شكله حلو قوي. وبرده اللون بتاع الاسابيع مختلف، حد بقى نوفمبر وبعدين ديسمبر. بصوا زي ما انتم شايفين هي كلها ماشيه بشكل الماربل. واخر حاجه بقى بعد شهر ديسمبر بيكون في ورقه برضو تاني للنوتس، وفي كم ورقه كده يعني انت عايزه اي حاجه تكتبيها، هما بيكونوا اللي هو الدوتس او المنقط عشان تقدري بقى تسطري فيها جداول زي ما انت عاوزه. هما 3 اهو. الكواليتي بقى بتاعت الورق بجد حلوه جدا، الكواليتي بتاعته بصوا تخينه كده، فاللي هو ايه، مش هتبوظ لما تكتبي عليها بقلم او حاجه. وبرده ان شاء الله هبقى اجرب معاكم واقول لكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. طيب، وجايب لك برده زي ما قلت ورق للنوتس تقدري انت تركبيها، اوريكم ازاي نقدر نركبه مثلا لو عايزين نحطه. هو الورق بيجيكي كده متخرم جاهز، فبيبقى الموضوع سهل. واللي انت بتعمليه بقى هو ان انت بتحطي كده، بصوا اهو كده دخلت خلاص. طب هل سهل تطلع؟ لا مش سهل تطلع، يعني انت لو عايزه تطلعيها تسحبيها لفوق، فده شيء كويس، لان لو سهله تطلع انت هتيجي تكتبي مش هتعرفي. لكن لا، دي مش بتطلع بسهوله يعني، لما جربت كده ان انا احرك فيها او اشدها بالجنب، لا مش بتطلع بسهوله، عادي خالص زيها زي اي بلانر اهو. بصوا اهو، الا بقى لو قطعتها يعني، بس جميله يعني. ونقدر تاني بكل سهولة نشيلها مثلا وناخدها معانا في اي مكان تاني في البلانر يعني. بجد مرسي جدا هي تريع على الجمال ده، بجد حلوة قوي. انا بصراحة كنت عاملة حساباتي على حاجات تاني خالص هخطط فيها السنة دي، بس لما جاتلي دي لأ، غيرت رأيي وفي حاجات كده اتغيرت في بالي يعني. ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات عن الحاجات اللي انا هستخدمها بإذن الله السنة دي. فبجد مرسي، وهتلاقوا لينك البيج في الديسكريبشن. بس اخر حاجة نسيت اوريها لكم، الاستخدام بتوع دول، ازاي نقدر ننقل الورق من دول، من الملونين لدول. طيب، اللي احنا بنعمله هو ان احنا بناخد الكفر بتاع البلانر اهو، تمام، وبجيب الحلقات دول، استنى بقى، وهنركب كده الحلقة جوه البلانر بسهولة عادي يعني. هي بصوا سهلة قوي اهو،
اهو بصوا كده، اهو كده دخلت الحلقات دي. بعد كده بناخد الورق من البلانر بنشده عادي كده خالص لفوق هيطلع معانا. انا خدت مجموعة، يعني بص ممكن ناخد شهر شهر، يعني هنحط شهر شهر فيها بقى، هنفضل نعمل كده اهو، ادي شهر كده، وهبدأ اركبه كده واحطه مظبوط. هو اول شهر بيبقى صعب شوية عشان ايه، البلانر بتبقى لسه فاضية مفيش غير الكفر، بس بعدين عادي بتظبط يعني اهو اهو. بنفضل نعمل كده وهكذا لحد ما نوصل لايه، للكفر الاخير. بنعمل كده في ال 12 شهر، وفي الاخر بيبقى شكلها، انا مش عايزه اعملها لان انا بصراحه عجبني الملونين دول. المهم انها في الاخر بيبقى شكلها كده، بصوا يبقى السيلفر ده، ويبقى شكلها سيلفر، او نقدر نخلي شكلها البلاستيك دول بس كده. يا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوا بقى ان شاء الله الفترة الجاية الفيديوهات بتاعت استخدامي ليها وكده، بإذن الله عايزة اغير فيها حاجات ونظبطها ان شاء الله مع بعض ونزينها وكدا.